نظمت مؤسسة حياة كريمة مؤتمرا حاشدا بدمياط لتوعية المواطنين بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية في جميع محافظات الجمهورية بمشاركة أعضاء ومنسقي حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتأكيدا لأهمية مشاركة المواطنين في العمل المجتمعي والانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل إيجابي وفعال. يأتي ذلك في إطار دور مؤسسة حياة كريمة الداعم للقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول من العدوان على غزة، حيث يقف متطوع حياة كريمة عند معبر رفح لدعم الإخوة الأشقاء الفلسطينيين ومتابعة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وهو ما يعكس دورها على الصعيد المحلي والإقليمي بدعم الدولة المصرية شعبا وقيادة للإخوة الفلسطينيين. هنتكلم عن القضية الفلسطينية تاريخيا، وأيضا هنتكلم عن إزاي إن الدولة تصرفت مع الأزمة من بدايتها، وإزاي إن سيادة الرئيس في بداية الأزمة دعمنا ودعم الحكومة بأنها تدعم إخواننا في فلسطين ونبعت لهم المساعدات اللي محتاجينها. طبعا حياة كريمة من المشروعات التنموية العملاقة على مستوى العالم كله، ما حصلتش خالص في التاريخ ان في حاجة اسمها حياة كريمة حصلت لكل المصريين وكل القرى اللي موجودة والنجوع. حياة كريمة على مستوى الاقتصاد، حياة كريمة على مستوى المشاريع التنموية، حياة كريمة على مستوى الإسكان، الصرف الصحي، المية، الكهرباء، الغاز. لأول مرة في دول العالم كلها يحصل ان دولة عربية او دولة مصرية أو دولة عالمية زي مصر يبقى فيها سيستم منظم لخدمة أهالينا وشعوبنا، حصل اللي احنا كنا بنحلم بيه من زمان. سعيد جدا النهاردة بمشاركتي في مؤتمر حياة كريمة اللي بيتناول القضية الفلسطينية وعلاقتها بالمشاركة الفعالة المجتمعية. الحقيقة اللقاء كان لقاء حيوي جدا ولقى قبول واستحسان من كافة الطوائف المجتمع الدمياطي اللي حضروا. منصة كريمة جدا، منصة متنوعة تناولنا فيها أبعاد القضية الفلسطينية وتأثيرها على الوضع المصري والشأن المصري. كان فعلا مؤتمر مهم جدا، أكدنا لكل الناس أن موقف مصر عبر القضية الفلسطينية هو دائما الموقف المؤثر وهو دائما صاحب الكلمة العليا، وأكدنا أن فخامة رئيس الجمهورية علشان يقف ويقول أن التهجير خط أحمر ده ما كانش من فراغ، لأن كان مهم قوي أن احنا نبقى عارفين أن اللي بدأوا فخامة رئيس الجمهورية من 9 سنوات وأن بعض المرتزقة اللي شككهم في تحديث الجيش المصري وأن يبقى عندنا جيش قوي وقالوا أن احنا عايشين في عهد سلام، شفنا في 7 أكتوبر اللي حصل في غزة أكد أن هو كان عنده رؤية ثاقبة. النهاردة بنتحدث عن قطاع غزة وما حدث فيه. النهاردة هنتكلم عن دعم سيادة الرئيس وحياة كريمة والتحالف الوطني عن أهالينا في قطاع غزة إن شاء الله. مبسوط جدا أن أنا موجود النهاردة لأن أنا عارف مدى احترافية حياة كريمة في أدائها، والكلام ده كلنا لمسينه كمواطنين في بلدنا مصر. اختيار الأفراد في حياة كريمة بيبقى اختيار دقيق جدا جدا، فإن شاء الله أنا متأكد إنها أما هتيجي تدعم غزة أو تدعم فلسطين هيبقى فيه نظام احترافي في الأداء، في تنظيم، في وصول هذه المعونات، فيه احترافية كمان في اختيار الدعم ذات نفسه، لأن أنا ممكن لازم كفقه أولويات أبقى عارف إخواتنا في غزة هيبقوا محتاجين إيه. طبعا احنا عارفين إن الحياة كريمة مؤسسة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي لدعم وتوصيل ومعايشة الحياة الكريمة التي يستحقها أي إنسان من خلال الخدمات التي تقدمها حياة كريمة على مستوى الجمهورية. واختصت هذه المؤسسة بالقرى التي تستحق أن تنال خدمات تستحقها من خلال عدم وجود هذه الخدمات. المؤسسة كبيرة ومؤسسة منظمة من حيث الخدمات التي تقدمها سواء تعليمية أو خدمات بنية أساسية وغيره من الخدمات التي تقدم إلى الريف المصري.